فرص التغيير الإنساني في منطقتنا، لأني أعتقد أنه برشلونة ما أخذت في عين الاعتبار، لما نتحدث عن المصلحة العامة، بالمناسبة التقرير الإنساني والتقرير البشري للأمم المتحدة لم يبدأ بالأمم المتحدة، بدأ في المرحوم محبوب الحق وزوجته خديجة الحق في الباكستان عندما كانت باكستان واحدة شرقية وغربية. في الستينات بدأت الفكرة، خلينا نذكر أنه مررنا بعشر سنوات الستينات اللي هي تنمية الدولة المباشرة، في السبعينات اللي هي تنمية الدولة لإعادة توزيع مدخلات النمو، في الثمانينات اللي هي تنمية السوق أو التنمية التي تقودها السوق، في التسعينات التنمية اللي سماها جورج قرم من لبنان في تقريره الأخير أمام المؤتمر الاقتصادي في الكويت بالتنمية الافتخارية أو الريعية. وحقيقة الأمر أنه هذه التنمية لم تكن تنمية بقدر ما هي استثمار لمنشآت لمرافق، ولم تصل إلى ما يسمى أحيانا بالاقتصاد السياسي. خلينا أذكركم بأن الاقتصاد السياسي هو المقتلعون، والمقتلعون لاجئون، إما سياسيون أو لاجئ اجتماعي، لاجئ ريفي بسبب الفقر بسبب الظروف المعيشية. فاللي بحب أقوله أنه إحنا في اللقاء المجاور في لقاء ألوانا كان سعينا لتطوير مفهوم جديد. مثلا لو تحدثنا عن الفساد اللي هو موضوع في غاية الأهمية كما أعتقد في كل البلدان النامية وغير النامية ربما حتى أيضا، بلاحظ في الهند وكانت المشاركة للتو من الهند أن القوانين الحالية تضمن، والقوانين الآن أمام البرلمان الهندي، البحث والعقاب، وكالات البحث أو اجتثاث الحقيقة، ووكالات الوكالات المكلفة والهيئات الحكومية المكلفة في تطبيق القانون بالمعاقبة للفاسد، وجدت أن خير وسيلة عمليا للقيام في عملها هو أن تكون هذه الهيئات المعنية في متابعة ومراقبة الفساد محاصصة نصف ونصف، نصف أعضاها من الحكومة ونصف أعضاها من هيئات المجتمع المدني. فالفكرة بطبيعة الحال هي نقلة نوعية عن الستينات لما كانت الحكومات تقود التغيير، وعن السبعينات عندما الحكومات كانت معنية في الأسلوب الرعوي إعادة توزيع مكاسب التنمية. اليوم في الجلسة للتو تحدثنا عن المشاركة للفضاء الثالث، المشاركة الكلية، أنت كإنسان تشارك، أكنت رسمي، قطاع خاص، بنوك، مصارف، إدارة أموال، أو القطاع الثالث اللي هو القطاع المدني، النقابات، الهيئات، الاتحادات، الكل له فرصة المشاركة. هذه هي الضمانة الأساسية لتطوير مفهوم الأمن، الأمن للجميع من خلال إشعار الجميع كأنهم في قارب واحد، مش في الشارع بالضرورة في رفع الشعارات فقط، ولكن بعد ذلك لتناول المحتوى كما نسعى اليوم في هذا اللقاء القصير. التناغم بين الحكومات لن يكون إلا بالتناغم بين المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأهلية والتطوعية. أما فيما يتعلق في تطوير مفهوم الإي-غوفرنس، استمعنا للمنسق من الهند، عم نحكي عن مليار ونصف المليار إنسان، لستة وزارات معنية في قطاع الغذاء والزراعة
والصحة الغذائية إلى آخر ذلك، مسؤول مباشرة أمام رئيس الحكومة. أنا قبل أيام كنت في الغور على سبيل المثال، فقال لي أحد المزارعين في غور الأردن أن المحصول ذهب إلى سوق الحسبة، ولكن مع الأسف لم يقبل لأن الحدود العراقية أغلقت. طيب لو تحدثنا عن الحاكمية الإلكترونية الفاعلة لكانت هنالك معلومة استباقية قبل وصول السلعة، سلعة الخضار على سبيل المثال في السوق. فمع الأسف عندما نتحدث عن تكريم الإنسان وتكريم عطاء الإنسان، أيننا من المساءلة الديمقراطية؟ فأذكر تماما أن في مؤتمر عام 99 وجهت بعض الأسئلة، وحسبي أنها تنطبق على غرب آسيا كما انطبقت على جنوب آسيا. مشكلتنا بطبيعة الحال بدقيقة أنه كلام الأمير ليس أمير الكلام. طيب سؤال، هل نستطيع أن نسيطر على الإعلام أو المعلوماتية أخذين في عين الاعتبار أن هموم الفقراء تحتاج إلى مساحة أوسع في التغطية الإعلامية الديمقراطية؟ هل لدينا محطات تلفاز كما هي في الهند على سبيل المثال؟ إحنا مع الأسف عنصريين، ننظر نظرة استكبار لكل من هو غير عربي، وعلى إيش والله مش فاهم، على نفخة. فأقول أين المحطات التلفزيونية التي تملكها قطاعات من الفقراء الأقل حظا، أو على الأقل المحطات التي توجه اهتماماتها لخدمة قضايا الفقر والفقراء؟ فهذه من الأشياء اللي ودت أن أقولها. وفي الجلسة أتيت الآن أتجاوز بنصف دقيقة للحديث، ذكر أخي 30 ثانية وأخطأ قال 30 دقيقة أعتقد، ولكن السؤال كان هل نستطيع أن نسعى لديمقراطة البنك الدولي والصندوق النقد الدولي؟ أقول نعم، من خلال اثنين، من خلال بريكس اللي هي البرازيل، روسيا، الهند والصين وجنوب افريقيا. لنا صوت الان في المحافل الدولية. اذا عظمنا القواسم المشتركة الاقليمية Regional Commons، افتحوا regionalcommons.org. واثنين، اذا استطعنا ان نوظف وجود تركيا والمملكة العربية السعودية في مجموعة العشرين للحديث كما أسلفت الصباح، والآن حديثي بث نتيجة للجلسة الصباحية، ولا أكرر الدعوة لسوق غرب آسيوية مشتركة، والدعوة إلى ميثاق اجتماعي مشترك، أن تكون مساعداتنا نحن لمن يستحق المساعدة، المواطن الأقل حظا. ولكن كما ذكروا الآن إخواننا على الشاشة، كيف تتحدث عن المساعدات الأجنبية المشروطة؟ ما هي مشروطة من حيث أنها تساهم بالمجمل في زيادة دينك العام وبالتالي اعتمادك على الخارج. فديننا العام على المستوى الإقليمي العربي ضخم جدا، ولا نستطيع حقيقة أن نقبل إلا على المطالبة في إعادة جدولة هذه الديون كما نصحنا من خلال مجموعة الأزمات الدولية الدولية إخوتنا في تونس. اقبلوا على إعادة برمجة ديونكم في الخارج.